إيه يا بيوت الشعر هات لمن بحور الجزالة، وباركي للي فعوله واضح ما هي خفية، وفخري باللي ينامس كل ما جابوا مجالة. عبد الرحمن الحضورة دقت بياتي تحية، ألف مبروك التخرج من سعى للعز نالة، وانت حر للعوالي دايم عزومك قوية. يا بيوت الشعر هاتي لي من بيوت الجزالة، وباركي للي فعوله واضحة ما هي خفية. يا بيوت الشعر هاتي لي من بيوت الجزالة، وباركي للي فعوله واضحة ما هي خفية. يا بيوت الشعر هاتي لي من بحور الجزالة، باركي للي فعوله واضحة ما هي خفية. اسمع اسمع. يا بيوت الشعر هاتي لي من بيوت الجزالة، باركي للي فعوله واضحة ما هي خفية. وفخري باللي ينامس كل ما جابوا مجاله، عبد الرحمن الحضورة دقت أبياتي تحية، ألف مبروك التخرج من سعى للعز نالة، وانت حر للعوالي دايم عزومك قوية. الشهادة من نصيبك بعد تقديم الرسالة، ماجستير بكل همة جبتها لو هي عصية، دايم اسمك بالطليعة حاضر في كل حالة، في مجال العلم ولا في مجال العسكرية. للوطن قدمت روحك وانت واحد من رجاله، من صروح العلم تبني جيل بأفكار النقية. عزوة اللي بك تحزم يا عضيد في كل حالة، ما خفيك الظن يا راعي الأولى والتالية، وانت نسل اللي يمينه للكرم ترخص بماله، عوض اللي في فعوله درس عن طيبة السجية. والأحباب هم مناهج للمكارم والجمالة، أهل المجد المسمى والمواقف والحمية. وآخر أبيات القصيدة نطلب الله ونساله، يا عسى كل الأماني لك تحقق واقعية، وفي طريق العلم ترقى كل مجد وكل طالة، لين تصل في طموحك للصفوف العالمية، لين تصل في طموحك للصفوف العالمية.